كنتش صاحي اتصل. هو في اخدهم؟ انت جدع، انت لكك لي ايه؟ اتكل على الله يا عم، شوف انت بتعمل ايه. انا بطمن بس. صباح الفل يا كوتش. السناره لسه نازله، بعت وراها الواد موزه. راحت على فين؟ بتلف على السوق. لازم تفضل تحت عينينا، اي مكان تروحوا ادريه لازم اعرفك. انا اعمل مجال هلاغيه واعرفك. روح. ماشي. ما تشيلها بقى من دماغك وتفكك منها. انت عايز منها ايه؟ ما كفايه اللي جرالنا من وراها، ما تخلصنا بقى. طب وحياتك عندي ادريه هتبقى ليا؟ تصدق حلو، ولا ادريه هتبقى ليا؟ متلحنه دياد ولا مش متلحنه؟ متلحنه يا كوكب الشارق، خلصني. انا عمري قلت لك حاجه ما حصلتش. في دي بقى بالذات مش هتحصل. وانت قالب خلق اهلك ليه على الصبح؟ مالك يا؟ مالي ايه؟ انا بموت بالحياة، انا مش قادر اروح دكانتي، اودي وشي من الناس فين؟ ما قلت لك بكره احلى. احلى في ايه بس؟ انا مش فاهم، انت كل اللي مركز فيه مصلحتك وبس. بقول لك انا مش قادر اقيم وشي في وسط الناس. عايز ناخد لك حقك يبقى تسيبوني اخده لك بطريقتي، مش عايز صداع. طب اسمعني، انا عارف ان الخديوي حوار، بس لو معانا واحد زي حسن ابو خاطر هتختلف، مش كده؟ حسن ابو خاطر؟ اه. كلمني وزمانه على وصول، عايزك تقعد وتتكلم معاه. نقعد يا اخويا، ما نقعدش ليه؟ رايحة فين؟ النهاردة عندي مقابلة مع المخرج بتاع البرامج في القناة. قولي لي ايه رأيك؟ شكلي ايه؟ حلوة طبعا زي القمر، بس لبسك مش قصير شوية؟ قصير عادي يعني، وبعدين انا عايزاه اول ما يشوفني كده يتهبل. الشكل ده بيبقى مهم قوي في اول مقابلة، خصوصا لو هقابله ده راجل. النهاردة ميعاد عملية التسليم بتاعت محمد الأخضر. هنطلع بثلاث عربيات جيب على اللوكيشن اللي هبعته لكم. هنبقى على تبع عليها. أول ما يسلم ويستلم هنعمل النمرة. حصل تعامل هنتعامل. ما حصلش هناخد مصلحتنا في الخفيف الخفيف، مش عاوزين مجالات. مش عاوز لخبطة ما بين رجالة الأخضر والعرب. رجالة الأخضر هيبقوا لابسين طواقي بيضاء على بناطيل جينز. واخد بالك يا جمال يا ضرير؟ تمام يا خديوي، ما تقلقش. أنا هبقى أحط اللي أنت عايزاه. أنت هتيجي معانا؟ آه. أنا مش عارف ليه أنا قلبي واكلنا على النمرة ديت. بلاش منها. الجماعة دول ممكن أصلاً يكونوا عاملين كمين للرجالة الأخضر وجايين ياخدوا الفلوس ويفكوا. أمال إحنا رايحين لا مينا؟ وإحنا رايحين عشان نقف كوركات نتفرج؟ أنا عن نفسي سخنان من الصبح، وإيدي واكلاني من الصبح على ضرب السلاح. يا عال! قلت محدش يتعامل إلا اللي حصل غباوة، ما تفتحش صدرك. ما أنت مفكر أخدوي إن هما مش هيتعاملوا؟ هيدونا السلاح والبضاعة ويقولوا لنا وأنتوا راجعين سوق على مهلكوا؟ إيه ده؟ في حكومة داخلة. في يا حمدان؟ يا كوتش، ده رئيس المباحث اللي اسمه محمود، مش عارف محمود ايه، بس هو وراني الكارنيه بتاعه. اه. ده محمود الرحاوي. مش بقولك مش مطمن للنمرة ديت؟ ما تهدى، انت خايب ولا ايه؟ الحرامي بشيلته واحنا على الابيض. استنى بره، ما تخلوش يدخل. قولوا له بيصلي الظهر. امين، يلا رجاله.